الأرض بعد موتها سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، الحيتان تتفوق على البشر، كيف ذلك؟ العلماء أيها الأحبة قاموا باصطياد الحيتان، هذا حوت العنبر، تبين لهم أنهم اليوم في عام 2021 شبه عاجزين عن اصطياد هذا الحوت، لأنه تعلم كل الحيل وكل التقنيات والأساليب التي يمارسها الصيادون خلال مثلا 40-50 سنة، وأصبح يتجنب كل الوسائل. لذلك أعداد الحيتان المصطادة انخفضت يعني تقريبا 50-60%، والسبب أنها تتعلم مكر وحيل وأساليب هؤلاء الصيادين، إذن هي كما يقولون تتفوق على البشر والله.